سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عشر كان ما توحوك باللابن هيا آيات بقول سقاشن يا سديداد يا سورة آل عمران كمده وحن كسو جرني دقنينتي لسقدق هيا داد كمال قبينا ديه كافرين تاه إن حقود الله إيشو إلهي وحسو يري سبحانه وتعالى ييكو كدينين كو قدون كودا كفريين بلاد أي كو قدوم هيان كو ييكو كدينين متاع يرويياني هويت كودية ماشا يكو دنبين هيان جهنم ويان ميل قوغل أهاتو اللو هيدانا أيضا وحوني مركا كل كتاب نلاص وشيء كوا إلهي كعب صدين ما الحق بين أمي قبيني يعني لو شيء هي ماشى يقدم بين دونه. لكن الذين كوا اتقوا عب صدين ربهم رب قات كعب صدين لهم ويليهن جنات جنوين بيليهن تجري أي صعنيس من تحتها حق يدهوس الأنهار وبيال أي كسوس صعن هي خالدين حال أي وارهيان فيها جنوين كاي كوارهيان. إلهي وحوليه سبحانه وتعالى كواس إلهي كعب صدين ربي قوضة كعب صدين وحو فري فرطومين وحو كريبي كهارين مال هدي أي قبان مال كاسي وناكسن كوكسبة ميل وناكسن كوبحية أن إلهي أغو كفرين يكو شكرية نعمة إلهي أقران هيا إلهي إنو يهي كان أنعمين هيا كو شكرين هيا كو كالميسان هيا داعة إلهي خيرك وكو كالميسان هيا كو أنفع هيا متمعة كو ربي قد صدا وقعب صدين وحي ليهين جنوين بي ليهين أي دريري سو هاستيه ده جيده هيدي يساره هيدو هاستو ده أما حق يدو هاستي أي كسو برقان هيان وبيالو كالان نوع نوعا ولي بوي كوارهيان خالدين حال وارهيان فيها دحيد اي كوارهيان ما اهم تعير زوليسة اخردو وخير ينعموين او باق اهانيسة وي كوارهيان ولي بوي نزولن مرتقات ترتيت من عند الله اله اكتيسة لغم مرتقات هيو ونزول بالليه كاس اما نزولن حال ويهي كاساقا هرمرين ويهي من عند الله إله اكتيس اللوغة سو هرمرين هيو نزل كوحا ليرادا قفكا مرتدعا انتان وحا وينا مرتقاد كوين لوكينين وحيالك لغو سيداهين هيو انتي عمتدي كلاي قد منتاي شاه ايو وحو اهادبا وحا اللو كين هيو انتان مرتقاد كوينا لوكينين اللوغو شيس شاكين هيو كاسا نزل ليرادا مركا جنة دي يوبيالك دي دردور هيو نزل با اللوغة ديغي كو اهلو جنة marka meesha waxaad ka garanaysaa wax ka sii weyn oo nacma inay leeyihiin waa ridada ilaahi wa ilaahi muxuu aragtiyadiisa nacmooyin waaweyn oo jannada uga sii weyn ayay leeyihiin marka martiqaad bay u taalay wama indallah ilaahi aktiisa wixa ahaade khayrun ayaa khayr badan lil abraari kuwa baariyaalka ilaahi u baari ah wixii ilaahi u faray fartoomay wixii ilaahi ka reebi ka haray baariyaalka kuwaas وحا إلهي أكتيسة وقهادي أيا أخير بضان وحكست أخير بضان ما
markii taan naloo soo sheegay ayaa waxa naloo sheegayaa kuwa ahlu kitaabka ah naftoodu inayna isku heerheer ahayn kuwa mu'miniina inay ka mid yihiin وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كِتَابِ أَهْلِ كِيسَ لَمَنْ قَفْ بَا كَمِدَ يُؤْمِنُ رُمَيْنَيَّ بِاللَّهِ إِلَهِ رُمَيْنَيَّ وَمَا رُمَيْنَيَّ أُنْزِلَ لَدَّجِيَي إِلَيْكُمْ أَدِنْكَ الَّذِينْ دَجِيَي وَمَا رُمَيْنَيَّ أُنْزِلَ لَدَّجِيَي إِلَيْهِمْ أَيَغِنْ تِكَالُوا دَجِيَي خَاشِعِينَ حَالِ خُشُوعَهِيَان لِلَّهِ إِلَهِ وَخُشُوعَهِيَان لا يشترون الشري سن هيان كوحس بآيات الله إله آيات كيس ثمن العكو الشري سن مهيان دن الدنيا كو قدن مهيان قليلا أير إهلو كتابك وحاكم دها إله إليه سبحانه وتعالى كوا كم ده الله رمين هيا دول الله رمين هيا قوم الله رمين هيان أيا كم ده و إيمان لغه إليه إله رميسان رسوسي سر رميسان رمين هيا نبيو يا مؤمنين تي كل الدين دجينا رمين هي قرآن كويان وما أنزل إليكم كان الدين سو دجيا قرآن كأنا رمين هي واسيد عبد الله بن السلام يا كوحديسي يا كوكلة صو إسلامي وما أنا رمين هي أنزل إلى دجي إليهم أيق اللو دجي كتاب كأيق اللو دجي توراة أما سإنجيل رمين هي أم بدلين تحريفين فرتوم هي وحي وفري wuxuu farayna waxaa ka mid ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu la soo bixiyey raacidiis markaa sidaas ku raacay nabigiina calayhi salaatu wasalaam tilmaamahaas kuwa lahaa ka mid ah khaashiciina xaalihiin kuwa khushuucaya lilaahi ilaahay u khushuucaya haddaba tilmaamaha fiiri imise weeyeen rumayn ilaahay ay rumeeyaan waa mid rumayn ay rumeeyaan qur-aankii iyo rasuulkii iyo rasushii oo dhan ay rumeeyaan rumayn ay rumeeyaan kutubtii hore إلو سو دجي توراد إنجيل مركا كتب تارمين تيدين وحاكا لازمة هي رسوش يوردن أي رميان يوح الله وحي كتب تو فريسي أو إدل تلمان تأفراد بحويان كوا خاشعين إلهي وخشوعة هي كوا كبرة هي معها كوا كفرن هي معها خاشعين ويانو إلهي بأخشوع سيهين وينكي سي عدم دي سي جلال كيس أي قران هي هيبديس أي صارن قلبك وضع إيا محوها مسكح وضع إيا كو هيان مركو خشوع هيانو مكبر هيان أفرطات زي ما موت كويله ما إيبسن هيان آيات إله العقير كو إيبسن مهيان لا يشترون إيبسن مهيان بآيات الله إله آيات كيس ثمنا العكو إيبسن مهيان ثمن تاس وعطان وحبادن صو شاقني تن أدون أمبالو وضع ووحا ترتي وقتك هي آيات كا كاسا وحلو جودا ثمن wax kasta ha ahaato lacag ha ahaato jah uu doonayo ha ahaato ammaan uu doonayo ha ahaato waxa uun danaha adduunyada ka mid ah wax ka mida weeyaan qaliilan oo yar marka ha yaraada waxa ama ha badnaada qaliil unbaa lagu sifaynaya maxaa yeele hore baan u soo niri mataacun qaliilun weeyaan adduunyada danaheeda oo dhan waxaan xagga aakhira loo kaalmaysanaynin waa mataac yar intii la haystaaba yar qofka intuu joogahayaaba yarba haddii xataa loo sii kaadiyay intuu nolosha adduunyada jooga idilba wax yar un bay noqonaysaa marka samanan lacag ku iibsan mahayaan qaliilan ee yar dan adduunye ee yar ku iibsan mahayaan kuwaas waxa ay leeyihiin ilaahay agtiisa ayaana loogu sheegaya ulaa'ika kuwa lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooda u sugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ayuu ugu sugnaaday kuwa tilmaamahaas leh iimaankii laga helay ilaahay ay rumaysan yihiin qur-aanka ay rumaysan yihiin kutubtii kale ay rumaysan yihiin nebi maxamed ay rumaysan yihiin rusushii kale oo dhan ay rumaysan yihiin kuwa iibsan mahayaan aayaadkii ilaahay markaa lacag yar iyo dan yar ku iibsan mahayaan waxay leeyihiin aakharana ajirkooday leeyihiin rabbi agtiisa ayay ku leeyihiin ulaa'ika kuwa allahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooda u sugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ayuu uga sugnaaday ina allaha ilaahay sariicu lxisaabi xisaabkiisu kuu degdegaya weeyaan markii naloo soo sheegay kuwii kadsoomaya ee maalka kolkii la siiyo ama jaha kolkii la siiyo kuwii kadsoomaya naloo soo sheegay digiddii la isaga degahay naloo soo sheegay
كوا مؤمنين تا اهل الكتاب كاني كوا مؤمنين او صفوين كاس لي تلمام حاس لو ون وناكسن اني كميد يهن لا سو شيغي الهي اكتيسا اجر اني كليهين لا سو شيغي هذا عبسيس يرجقلين وكسوين ياي ايا لوكو ختمايا الهي وحو ليهي ان الله الهي سريع الحساب حساب كيس كو دغدغاي ويا الهي حسابي ديسو ست نقصه اي اوتام نقونيسا معناها وحا ويان markii ilaahay u xisaabaya dadka maalinta qiyaamada la isu keeno khalaaqda faraha badan kuwoodii hore iyo kuwoodii dambe halkaa la isu keeno ilaahayna uu yahay kan u garsoorahay wix alla waxay iska soo dulmiyeen loo kala qaadahay wax alla wixii qofku uu soo sameeyay lagula xisaabtamayo hadday samayeen iyo hadday xumaayeenba marka khalaaqda intaa la eg xisaabtoodu ilaahay qaarkood qaarka kale kama shuqlinayaan oo xisaabtoodu kuwa shuqlinaysa ama ku cuslaanaysa ma aha xisaabkiisu degdeg weeyaan si dhaqsiinyo ah ayuu ku taam noqon hayaa il biriqsiga ayuu ku taam noqon karaa ina allaaha ilaahay sariicu lxisaabi xisaabkiisu ku degdegaya weeyaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeenow isbiruu sabr wasaabiruu la sabirtama ورابط حرادة حدودنا كهيغن كوهاد واتقوا الله لك عبسدا لعلكم محد مدنتهن تفلحون إنها الليبان تاني آيات دان سورة اللغو ختمها ينا وحي إشاري سامعنه سورة دو أي كسو هالليسي حقا دقالك قارهان يو أوامرتي يو تقاليفتي سورة دو أي فريسي أو اللغو سو قنان دي ويا مرك إلهي وحي أقول واقع يتدك مؤمنين تا وركوي الله رميانو صبر إلهي لي صبر أوه تكاليف دو قدشيدة كو صبر وحل إذن كريبي كاري دو كو صبر مثلا عبادة دي إلهي كو صبر صونغ كو صبر صلاة دي كو صبر ويسيدة دو كو صبر وسوتو سيدة دو كو صبر وحل لوحي إلهي إذن فريغن كو صبر جهاد كو صبر لببكي سكو صبر داوعي سكو صبر لمشادي سكو صبر وحل لوحي إلهي إذن فري كو صبر وحي إذن كريبينا ريبيد دن نفتا أتكر ريبي سان سيداس ugu sabra oo nafta celinteeda ku sabra wixii dhib ah oo kale idin soo gaarana jirre iyo wax kasta ay tahayba ku sabra sabirka qaybahaas ah wasaabiru la sabirtama marka ilaahay leeyahay la sabirtama la sabirtama maxaa weeyaan kaalada la sabirtama kolkaa dagaalamaysaan way sabrayaan ayaguba dagaalka xanuunkiisa iyo dhaawaciisa iyo dhibkiisa way u dulqaadanhayaan oo way ku sabrayaan adinkana u dulqaata oo ku sabra weliba iyo idinka sabir badanina sabirka uga dheeraada adinku وصابروا لا صبر تما إله إلي أو صبرك وقبضية أدنكو كصبر بطنادة محايلي أدنكو واحد رجي سنتهين وحيدا رجي وحين أيقو رجي سنين أدنكو واحد كودا قال لما يسان حق أيقو بعد اللي بيكودا قال لما يان أدنكو هداد دي مطان جن يتسوغي سان هداد نولا تان لبا تسوغي سان واحد كرد حيو إنا سكتان بمعها واحد رجي نيسان وحين أيقو رجي سنين معنا اللبوان وناكسان مدود أياد ليدين مركا أدنكو صبرك وقبضناد waraabidu heegan ahaada waraabiduuda ribaadka waxaa la yiraahdaa xabsiga nafta la xabiso meel lagu xabiso gaar ahaan xuduudda kolka la ilaalinayo halkaa dadka heeganku ku ah halkaa muxuu ah dhufayska ku jira halkaa qoraxda iyo qabowga uu ku hayo waa muraabidiin baa la yiraahdaa dadkaasoo kale dad muraabidiin ayaa la yiraahdaa marka taas ilaahay wuu faraya haddaan taa la helinna gudaha lagu raaxaysan maayo dad halkaa ku dhibtoonaya ee cadowgu halkaa ku horjooga halkaa heegan ku ah haddii aan la helin gudaha lagu raaxaysan maayo lagu cibaadaysan maayo ilaa cadowgaa markaas soo galahaye cadowgii baa lib helaya markaas marka ilaahay taasoo farahayaayo heegan ahaada ilaahay leeyahay xuduudda heegan ku ahaada halkaas ku xabisnaada oo macnaha ku diyaar ahaada waraabidu xiraada bimacnaa heegan ahaada oo xuduudda heegan ku ahaada wattaqullaha alla ka cabsada lacallakum markaasaad mudantihiin tuflixuuna inaad liibaantaani haddaba xuduudda ilaalinteeda iyo heeganimadaas waataan soo sheegnay aayaad fara badan iyo fadli fara badan in ay leeyihiin waxaan kasoo qaadanay naabal xadiis gaaban ee nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam saacad keliya xuduudda heegan lagu ahaado way ka fadli badan tahay adduunka iyo inta dhexdiisa ah adduunyaday inta saaranba saacad keliya halkaa heegan aad ku ahaato ayaa ka fadli badan qofkii sidaa asagoo ah ku dhintana camalkiisu waa u soconaya waan usii kordhahaya ilaa yowmul qiyaama marka camal la guto oo ka fadli badan ma uu jiro kolkii ilaahay dartii qofku halkaa heegan ugu yahay cashirkeenna maanta intaasuu ku og yahay wassalaamu calaykum waraxmatullah.